بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسل السلام. الآن إن شاء الله تعالى وبركاته وتأييده نقارب الآيات التي ختمت بها سورة التغابن كومبيتيشن. يقول مولانا في الآية 14: يا أيها الذين آمنوا، يخاطبنا يعلمنا ويربينا يجعلنا مسؤولين. يا أيها الذين هو لي كرويون دوبوي لي بريمي كرويون ستادير نو بارون آدم إي إيف كو لابيد الله سوا سور أو. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم، يعني فما بعض من الأزواج وبعض من ذرية، إن من أزواجكم وأولادكم عدو أنمي. شوف التعليم الإلهي، خليكش غافل، آمنت بما يعلمك ويحذرك ويحميك وينجيك ويأجرك أجرا عظيما. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدو لكم، يعني انمي بيرسونيل. خو جالي مرتي ان بباتر ان انمي اموا ني سارتان دو ميزو، فاحذروهم سادير ما تعطيهمش جنب العلميه، احتاطوا من كيدهم ونفاقهم ومؤامراتهم وسرورهم، فاحذروهم. لكن أعطاك ربي ما أحسن. شوف ربي كيفاش يربي فينا، فماش تربية كي تربية الإله. راهو هو خلق وربى، هو أنجى وأوقع. يقول مولانا: وإن، وفي سورة أن تعفوا وتصفحوا، تعفوا تقولوا معذور أنت، جيت إكسكيوز، tu es mon ennemi, mais je te comprends et j'excuse tes forfaits. فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا، يعني تبدل الورقة ولا الصفحة، يعني أما الأمر تنسات معاه. شوف أخلاق المسلمين، أخلاق المؤمنين، أخلاق المحسنين، مانيش نلعب واحدة من الأخلاق. وعلاش البشرية الكل أغلبها عبر التاريخ قوله قصير توسط طويل، هي ملي ما عرفتش معناه الأخلاق العالية، لي غروند فالور. لومانيتي أو ماجوريتي نا جامي فيكو سلون دي هوت فالور commandé par Allah, mais ils ne suivent que des valeurs sataniques. C'est-à-dire ils sont toujours sous le joug du premier ennemi public, c'est qui s'appelle Satan. Satan, il ne fait que le mal. Il est toujours pessimiste envers la grâce divine. وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا، يعني كاو يعني لو باردون فري، سي با لو باردون اورال، سي لو باردون توتال، لو فري لوثنتيك. وتصفحوا وتغفروا، عندئذ تجدون وتعيشوا حقيقة أن الله غفور، إلي أندلجون، بشدس الباس ربي، تتي بشر ماكش حر، فما عدو فيك، ما يملك إلا لخسارتك، لأنه يحبك تسقط في الامتحان، ولا ترى نهار مبروك في الدنيا، ولا موقع في راحة وفي ظل وفي روضة من رياض الجنة، هذا في الحياة البرزخية، ولا الآخرة
مكانك في جهنم ربما معناها تكون في الدرك الأسفلي من منها، كنت منافقا. احذروا يا منافقين، يعني روحكم مسلمين وقت تسلم منكم البشر القريب والبعيد، خلوهم مسلم. ها شو 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 اللي انا اركن مسلم امر الله، ما انا اسجد له. يكذب، انت خداع مخادع، انت انسان لا عرفت قيمتك ولا عرفت قيمه من تتعامل معهم. تقول جاء ربي سلفني، وانت تعرف روحك قلاب. افهم انا اللي عامل روحك مسلم، انت سلمت امرك للشيطان فكنت قلاب، وكنت من توقع الناس في خاخك يا مسلوب الكرامة. والسلام علينا أهل محمد عليه وعليه الصلاة والسلام.